هيدا فلتر، هيدا مش أنا، هيدا ما بيشبهني، هيدا صورة مجملة عني وبشبه حدا تاني. أنا ما بدي أشبه حدا تاني، أنتو مين بدكم تشبهوا؟ معقول ما بقى أقبل نزل صور بلا فلتر؟ معقول ما بقى عم بتقبل شكلي الحقيقي يلي هو منه مثالي مثل لما بعمله فلتر؟ معقول ما بقى أقبل شوف الناس بالحقيقة لأنه ما بدهم اياهم يشوفوني غير بالصورة المثالية اللي رسمتها لحالي على الواقع الافتراضي؟ يعني هبة حميدة، صباح الخير واهلا وسهلا فيك. ما في لزوم اسالك ولا سؤال لان بدي اساله قلتيهم حضرتك بهيدا الفيديو. اول شيء صباح الخير واهلا وسهلا فيك. خليني اذكر حضرتك خبيرة بمجال دمج التكنولوجيا والتعليم، وعنوان اللقاء اليوم عندما نصبح اسرى الصور المفلترة. بتصور الفيديو باسئلته كان واضح جدا، منفوت دغري معك بصلب الموضوع لنستفيد بكل دقيقة من وقتنا المخصص للقاء معك. أولا صباح الخير ويعطيك ألف عافية، وشكرا كمان هالمرة على هاي المساحة بهالموضوع. أولا لنعرف الأشخاص اللي بعد ما بتعرف شو هو الفلتر، هو نوع من السوفت وير أو الأوبشن يلي بيكون موجود على أبليكيشنز بخلينا نعدل بصورنا تعديلات منا بسيطة، يعني مش تغيير لون صار بس أكتر، نوحد لون البشرة، منقسم منطقة الدقن، نرفع الخدود، منشيل التجاعيد، منبيض حوالين العيون، منبيض أسنان، حتى منغير لون شعرنا، هالقد تفاصيل، وحتى منضاعف ميلات، منكبر صحيح مطارح، في منهم بيعرضوا شفاف، بكبروا شفافهم، بيضيقوا خصرهم، كلهم هول عم بيصيروا اوقات عم نوصل لجزء عم نكون مضحكين. نعم عم نسمعك هبة. اوقات عم نكون مضحكين، اوقات عم بيكون الشكل مش هالقد طبيعي، عم بتبين انه مفلتر الصورة. نحن بحياتنا كلها سوا ما اختبرنا هالقد كمية صور مثالية، هالقد عدد من الصور يلي صارت مثل نوعا ما عم تبتلعنا معها، وصرنا بس بدنا نشوف حالنا بطريقة بيرفكت مثالية، وكمية الانفلونسرز، كمية الصور اللي عم نتعرض لها عم تشعرنا شوي بإحباط. يعني أنا قبل كنت بس شوف صورة لحدا حلوة كتير يمكن قارن حالي نعم فيه، إنما مقارنة نفسي بنفس المثالية المجملة حطني بمطرح أسوأ من ما أنا كنت بتخيله. اصلا يعني هيدي الصور ما بتشبه كمان اصحابها هبة، بتضر أصحابها 100%، ما بقى يعني حتى أقدر صور شكل. المشاهير منشوفهم على البوسترز او بانستغرام او يعني على السوشيال ميديا، لما بتشوفيهم بالواقع باي لقاء تلفزيوني او على مسرح بتشوفي تضاريس يعني بتكون ممحية بالفوتوشوب وبالفلتراج. صح، بعكس ما نحن بنفكر، كثير ناس بفكروها انه هيدي بترفع المعنويات، بترفع الثقه، انما هي بتدمر الثقه، لانه فكره انه انا عمالي غير بصورتي لجمل حالي معناتها انا مش شكلي مش مقبول، معناتها انا مش قبلانه حالي. نعم وبنصير بنستخدم هدول الفلتر بكميات كبيره للحظه اللي بنصير اذا بنطلع على المرايه ما حنتقبل حالنا. بفترة لوك داون، بفترة كل الناس قاعدة ببيوتها، زادت النسبة كتير الناس اللي عم تستخدم الكاميرات وعم تستخدم طيب. الفلترات. طيب هبة، إذا بدي أسأل الحق على مين؟ حق على المشاهير حول العالم أو اللي بالنسبة لفئة من الناس إن الأيدول تبعهم أكان بمجال الموديلينج، بمجال الفن، التمثيل، أو حتى يمكن بالسياسة؟ الحق علينا كلنا، لانه نحن كمان كناس بننبسط فيهم اكثر، وبيكون الفيريفيكيشن او منقول اكثر، منفرج اعجابنا اكثر لما تكون الصوره معدله والصوره بيرفكت. هون بنعلق بالمشكله انه نحن كمان عم نفرج اعجاب اكثر، عم نعمل كومنتس اكثر، عم بيكون في لايكس اكثر للصور المعدله من الصور الحقيقيه، نعم. لذلك فيها بتسمحي لي، خطوره. بتسمحي لي بسؤال، ليه بتروحوا كصبايا بتعملوا ميك اب عند ميك اب ارتست؟ يعني كمان ما اوقات يعني وفي نكت كثير حول هالموضوع انه لما بتشيل العروس الميك اب ما بيعرفها عريسها انه هيدي وحده ثانيه. صحيح، هيدي من الحياه اللي نحن معودين عليها، البيرفكت، الصوره المثاليه اي بس للمراه قصدي انا طرحت والجمال هيدا السؤال لان والشكل. احنا عندنا نزعه تنغير بملامحنا.
عنا اياها، بس ننتبه احنا عاده بالميك اب العادي بنغير شيء بسيط. يعني هلا انا طالعه معك اكيد حاطه ريتوشات بسيطه، عامله شيء، بس اللي نحن عم نحكي فيه اكثر بموضوع الفلتر، صرت حتى الميك اب البسيط ما بيعوضني عن نعم. المنظر اللي رسمته لحالي، صار بدها بروفيشنال كونتورينج. حتى دكاترة التجميل بيقولوا انه زادت نسبة الاشخاص اللي بتجي 55% في زيادة من الاشخاص اللي بتجي لتعدل شكل وجهها مثل الصورة اللي هي رسمتها لحالها. نعم. ونحن مش هالقد بيرفكت، يعني انا ما فيني صغر منخاري كتير ووسع عيوني كتير وروح اعمل مثلهم عند الدكتور التجميل. ما بيلبق والخوف، للكل على كل حال. صح صح 100%، والخوف اكثر على المراهقين وعلى الاولاد. عم نعلمهم التلاعب، عم نعلمهم التكاذب. نحن هلا رايحين على مجتمع اكثر جمالا، اكثر ذكاء، اكثر شبابا، اكثر ثراء. يعني كل الاشياء اللي عم نشوفها هي اشياء ما بتمثل حياتنا الطبيعيه، عم نحطهم بموقف انه هن بدهم يكونوا هيك. حتى الامهات اللي بيصوروا اولادهم وبيعملوا لهم فلتر، يعني انتم مش قبلانينهم، عم تعملوا موديل او عم تعملوا مثال لاولادكم خاطئ، يبلش هو يبحث عن هوية ما بتشبهه، يصير ما يتقبل شكله. نحن ممكن نوصل لمطرح ننزوي افتراضيا، نصير واقعيا منزويين، وافتراضيا نرجع ننفتح اكثر. مع اللوك داون، مع الحجر الصحي، مع التباعد الاجتماعي، عم بتصير الامور اكثر وخطره اكثر. نعم، طرحت سؤال كتير مهم يعني قبل ما يخلص وقتنا، معقول يجي يوم منعود نتقبل واقعنا الحقيقي بظل واقعنا الافتراضي اللي عم نجمل حالنا فيه من خلال ابلكيشن انحطت بين ايدينا ورحنا فيها للاكستريم؟ طبعا معقول، لانه في ناس كانت وصلت لمطرح ما بقى فيها تطلع برات بيتها اذا طلع لها حبه، او اذا وجهها فيه خدش صغير بتقعد بالبيت بتنطر لتعالج لتطلع، او بدها تحط كثير ميك اب لتطلع. ما نعم بقى تقبل تطلع من اوضه لاوضه او حدا يشوفها مش بشكلها الحقيقي. بقى اكيد نحن واصلين لهونيك. تخيل انا شكلي مثل ما كنت انت عم بتشوف الفلتر مثلا، وهيدا هو شكلي، طب شو بعمل؟ هيدا الوضع بدنا نتقبله، انه نحن مش بيرفكت، ما في حدا مثالي 100%، ما في حدا صح، ما في وجوه هالقد مثل ما هي. حتى اهم المشاهير واهم الناس واجمل صبايا واجمل شباب منن بالشكل اللي بيظهروا عنا. نعم. لذلك نحن لازم دائما نحطها فكره انه مش هالقد الموضوع بسيط، ونقول انه عادي ما فلتر وعم بيتسلى الولد. وانا بمطرح عم فرجي صوره انه انا مش قبلانته. نعم، هبه خطر على بالي يعني فنان من فتره اكيد يعني خضعت صوره للفلتراج، الناس قالت واو بوتوكس شد وجه ما بعرف شو، وإذا بيطلع بمقابلة حية على التلفزيون غير واحد كليا، بس كانت تسويق أو أنه أنا موجود أو يرجع يخاطب بركة جيل الشباب أكثر وأكثر. أنا بفهمها عند الفنانين بس وعند المشاهير تيضلهم محافظين على الإيماج، لأن ما حدا منا بحب يكبر، ما حدا بحب يعترف بهالتجاعيد الموجودة هون وبالسيونات اللي هون وبهيدا الجرح بين الصندحتنا، منحس أنه عم نقرب على الكبر ونحن هيدا الشيء بنرفضه. أنا كمان برفضه، بس تركهم على الطبيعة على حد هلأ. كمان حكيتي شغلة، كيف فينا نحن نعمل هاللينك بين الواقع، العالم الواقع والعالم الافتراضي، حتى نضلنا متصالحين مع حالنا؟ لأن أوقات يعني خلينا ناخد اكزامبل واحد، بدي أعطي عنك اسمحي لي، بتكوني ظاهرة سهرة اوكي، ما عرفتي حالك شو عم تلبسي، بتنقي القطعه ما بتحبيها ما بتحبيها ما بتحبيها، لا بقى يعجبك الميك اب لا بيعجبك شعرك، اخر النهار بتفكس المشوار وبتقعدي بالبيت. كثير وارد، كثير وارد ممكن نعمل هيك شيء ونتصرف بهيدي الطريقه، لانه البيكتشر بيرفكت، هيدي الصوره المثاليه صارت هوس. يعني صار عندنا اي شعور لازم نعمله. نحن اتذكر نحن مرقت فترات العالم بطلت تلبس نفس الفستان على عرسان او على مناسبتين، صحيح، وقليل الناس اللي بتقبل تروح بنفس القطعه اذا ما كانت مغيره فيها شيء والا ما بترفضها نهائي. ولو قد ما هلا قلنا الوضع الاقتصادي صعب، بصيروا بيستعيروا من بعض، بس مش مستعده تطلع بنفس الدرس او بنفس الاوتفيت مرتين. نحن بنفتش على هالمواضيع، يعني يمكن بنتمنى
لو الانفلونسرز الفنانين والفنانات يطلعوا بصور طبيعيه وتكون الهاشتاج تبعيتهم بلا فلتر وتكون حقيقيه بلا فلتر، لانه اوقات بيعملوا بياخذوا اجمل صوره لهم بلا فلتر وبيطلعوها. لا كونوا طبيعيين، كونوا ناس عاديه، خلوا هالمراهقين والمراهقات هول اولاد بعد ما اكتملت شخصيتهم بعد ما بيقدروا يقرروا، وهن اصلا بيكون عندهم رفض لشكلهم ولذاتهم، بيكون في تغيير هائل فيهم، وبيجي انا بدي احط لهم صوره مثاليه وبدهم يكونوا بيشبهوها. كثير صعب، كثير صعب. بتعزز قله الثقه بالنفس استاذه هبه حميدي. نحن هيدا اللي عم نقوله، انه هي اكيد بلحظه بتعطينا شويه ثقه بالنفس، لحظات نحن صرنا بنقول انه هدول الصور المفلتره تجعلنا افضل انما تشعرنا أسوأ. يعني انا بتخليني اطلع بهيئه اجمل انما انا من جوا ماني مرتاحه لانه انا ماني هيدي الحقيقه. وكثير صعب، كثير صعب اتقبل حالي من بعدها. انت عم تتخيل انه نحن عندنا يوميا مليون لمليون ونص صوره مفلتره بتطلع من ابلكيشن وحده، عدا عن الابلكيشنز الثانيين، مليون لمليون ونص صوره مفلتره، هذا رقم مش طبيعي لنسبه انه يوميا من ابلكيشن وحده، مش من كل الابلكيشنز، يعني ما عم نحسب الجميع، عم نقول نحن اكثر من 100 مليون شهريا بيعملوا سبسكريبشن او بينزلوا هول البروجرامات يلي هي بتعمل فلتر مثل بي 612 مثل بيوتي بلس، كثير بنستخدمهم. وبدي اقول لك انه نحن وصلنا على وقت وحنوصل للوقت اذا مش كنا فيه هلا، ما بدنا نكون هلا عم نرفع صرخه وبعدين نكون عم نعالج، لازم نكون هلا عم نلاقي لها حل. نعم نحن هلا بس الاهل فاتوا باللعبه هبه. ايه طبعا الاهل، يعني الام او حتى البي او الخي الكبير اذا شاف حاله مجمل واصغر بيتبناها للصوره. صح، لانه نحن اللي عم بفتشوا على الشباب وعلى الكمال، بعضهم الصغار بعد في عندهم هيدا الوجه النقل، وجه الحلو، بعد ما في تجاعيد، بعده كثير طبيعي المراهق او الطفل، انما الكبار لا بتاثرهم. نحن بلحظات بنروح عليه، يعني انا مثلا اكيد عملت فلتر لكم صوره بحياتي دفنتلي عملناها، انه مش بالوضع انه تفوت الواحد شوي بالموضه بس انه ما تكون اسلوب حياه. صح 100% 100% اللي انت عم بتقوله وعنا اياها، يعني بنقولها دائما انه ما بيصير كون انا عم فكر انه هيدا شيء بوزيتيف بالكوميونتي وبحصل على كثير لايكس، ابدا مش هيك، بالعكس عم هدد سلامتي النفسيه، عم هدد سلامتي الجسديه حتى، لانه حاتاثر كثير سلبيا باللي عم بعمله. هلا في ناس هبه، يعني انا بعرف احداهن بتهرب من واقعها، هي شوي عندها وزن زايد وعندها يعني حب الشباب بوجهها، فلأن بتتعرض للتنمر مثل كأن عم تعمل رده فعل، بتروح للفلتراج، بتروح للصور المفلتره حتى هي يعني اذا بدك تعزي حالها، انه انا اذا عملت خضعت لعمليه تجميل او 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 ممكن يصير بهيدي الصوره بس حتى تخفف عنا تنمر من قبل صاحباتها. يعني عم نكون عم نهرب من واقعنا بنفس الوقت، واول عاخر نظرتنا للمرايه ونظرتنا لحالنا ما حتكون ها هي الحقيقه، وبده يجي وقت بدي واجه واقعي، بدي اظهر لبرا، بدي اشوف الناس، الناس حتشوفني، نحن بنشوف بعض ما في فلتر بيناتنا. نعم. يعني مش عم اقول انا تطلع وتحط صورتها هي وشكلها مش مرتاح، ما نحن اصلا ناخذ 50 صوره لحالنا لنقبل نحط صوره واحده. طيب استاذه هبه، طب هيدا ما بيشبه اقبال الناس على البوتوكس على الفيلر؟ ما كمان هن يعني عم نعمل فلتراج بس انما بحقن وبمواد، يعني بنستعملهم بيستعملهم طبيب التجميل بيحطهم بوجهنا بوجوهنا. تتذكر قلت لك انه هيدا زاد عمليات التجميل والفيلر والبوتوكس عند دكاتره التجميل لانه بدنا نشبه هيدي الصوره اللي نحن رسمناها لحالنا. نعم. تشبهها طبعا تشبهها، انما انا اذا حطيت فيلر او بوتوكس ومش عم برر مش عم برر لحالي او شيء، بس اذا انا حطيتهم وطلعت فيهم انا قدراني بعدني واجه المجتمع، قدراني اوقف بوجه المجتمع، قدراني يشوفوني مثل ما انا. عم بتقولي بيحدوا المنطق، انما لما بنروح على الاكستريم بالبوتوكس والفيلر كمان يعني وكانه عملنا فلتراج يعني للوجه عن اول وجديد. صح، وبيجي الوقت اللي بده يخف وبده يروح وبده ياثر سلبيا، بصير كمان بطل بتقبل حالي وبطل. وهونيك العامل النفسي،
عفوا هونيك العامل النفسي بيلعب دوره طبعا. لما بنعود نطلع بالمرايه. هبه بدي اقول لك ميرسي، بس اخذتي 5 اشهر لتطرحي هذا الموضوع وقلتي لي كنت متردده قبل طرحه لان في كثار بدهم يزعلوا منك. كثار مقربين او معارف لإلك ولا مقربين ومعارف واصحاب يعني ثلاث ارباعهم؟ حتى في ناس قالوا لي يا ريت طرحتي قبل، نحن بنحب، في حدا جاوبتنا قالت لي انا بحب الفلتر انما بيزعجني اعتمادي عليه. نعم يعني ناس بتعرف الوضعيه اللي هن فيها بس ناس ناضجه المراهقين والصغار مش هيك الوضع. نعم. هبه حميدي خبيره بمجال دمج التكنولوجيا والتعليم، بدي اقول لك شكرا لاطلالتك معنا اليوم، ان شاء الله يعني الاهالي كمان يكونوا عم بيلعبوا دور بتوعيه اولادهم المراهقين تحديدا، واوقات كمان الاهالي بدهم توعيه بحد ذاتهم لينتبهوا على كل هيدي الامور لان بننبسط فيها بلحظتها بس بعدين ما بنعرف نتائجها قد ايه ممكن تكون سلبيه علينا وعلى نفسيتنا وعلى تقبلنا. فثانك يو لك هبه، ثانك يو لكم مشاهدين، بليز انتبهوا على حالكم، الله يخليكم، مثل ما دايما عم نقول لكم انتبهوا على حالكم حتى نضلنا كلنا بصحه جيده ونقدر نعمل هيدي المناعه بفاكسان وبلا فاكسان اذا التزمنا بكل اجراءات الوقايه.